كان عندي شرف كبير انني نجي لوجده بعدا ونشوف لوجده ونشوف الجمهور ديالنا ديال وجده ونحضر لهذا المهرجان اللي هو وجدي مهرجان الاناقه والابداع. فانا جد فهذه مفخره لينا لا هذا المهرجان ولا المهرجان المغربي للسينما ولا مهرجان ديال الراي. فوجده تبارك الله عندنا دي زيفينمون اللي خصهم يكبروا ان شاء الله. بحال هذا المهرجان عنده 3 سنين ونتمناو له ان شاء الله 10 سنين ولا 20 عام وبالدعم ديال الفنانه والدعم ديال الفنانين اي مهرجان يقدر يكبر ان شاء الله. سعيده جدا بالمشاركه ديالي ضمن الدوره الثالثه في مهرجان الاناقه والابداع بوجده. مهرجان جميل كيهتم بالقفطان المغربي وكيوصلوا عالميا وسعيده جدا بهذه المشاركه مره اخرى. أنا جد مسرورة بهذه المشاركة ديالي في هذا المهرجان، مهرجان الأناقة والإبداع للدورة الثالثة، ونتمنى إن شاء الله القفطان المغربي نكون عطينا حقه، وإن شاء الله يا ربي يبقى دائما في التألق والازدهار، وشكرا. Thank you.